ويشرحون كيف انتقلت الحداثة، أنها وعدت بالعقلانية، وعدت بالعلمية، وعدت بالديمقراطية، واللي حدث مع العالم أنه مزيد أمراض، مزيد حروب، مزيد فقر، مزيد جهل، أو مزيد من انتهازية استغلال العلم للضرر. يعني العلم اخترع القنبلة النووية، نعم. العلم بالمختبر ومغالاة استخدام المختبر، تسرب من المختبر أمراض وبلاوى على مستوى الكون. فبالتالي يرون ما بعد الحداثة أنه تم تجاوز الحداثة لأنها لم تستطع تحقيق الوعود الكبرى، وجاء عكسها. السبب في عدم التحقيق أنها طمحت الحداثة أن تضع نموذج كوني يتساوى فيه البشر في الرؤية. تبين بعدين أن العالم فسيفساء، يعني مع حضور المهاجرين إلى أوروبا ونهوض المستعمرين، مش المستعمرين، المستعمرين من الدول المستعمرة، ظهروا كمثقفين وبدأ يطرحون فكر آخر. إذن نموذج واحد لا يعني، فصار النموذج الواحد غير كل العالم، النموذج الواحد مستحيل يكون صياغة للعالم، فتعددت النماذج. هذا أدى إلى سقوط الحداثة وظهور ما بعد الحداثة.